السلام عليكم خوتي المغاربة خوتتي المغربيات، مرحبا بكم على قناة مامون بيبي. عدت لكم من جديد أخوتي خوتتي المستجدات. أنا غادي نوريكم في الخر ديال هاد الفيديو، هادي غادي نوريكم الكتابة ديال أختي اللي وعدتكم بها. كما قلت لكم غادي نحطها لكم في الفيديو هذا باش تشوفوا بعينكم بأن الأخت ديالي بعقلها في كامل قواها العقلية وتتفكر ونصحتنا كاع انا والام ديالي باش ما نطيحوش في الفخ. هادشي هادي 4 ايام ما هضرنا معاها، وهادشي كتباتو لي فاش هضرت معها اخر مره، فاش اتصلنا بالكتابه كتابيا. ف اش غنقول لكم اخوتي خواتاتي المستجدات، ان الناس اللي شافوا الاخت ديالي تما قالوا لنا بانها محتجزه، قالوا لنا سيكستري يعني مسدود عليها، بحال مختطفه، بعباره اخرى مختطفه. لان هاد البنت هذه اللي هي في كامل قواها العقليه، ما تتغوت، ما تتسب، ما تتضرب، ما تتهرس، جالس ترونكيل مع قنيت، خليتوها بالجوع حمد الله، خليتوها بالعطش حمد الله، ما قالت لكم حتى شي حاجه د العيب. قلت لها تخلص من عش داكشي، خلصاتو. هي بالعكس هي اللي بعقلها، هي اللي بعقلها، وهالكتابه ديالها تثبت على انها هي اللي بعقلها. فتختطفوا واحد البنت باش حيت نتوما عندكم لي كونفونسيون مع المجرمه اللي تتسمم محمد السادس، هي وهذاك الطابيت ديالها اللي باغي يولي في بلاصه مولاي الحسن، ديروا معاها لي كونفونسيون ويولي فين ماشي واحد غادي يفضح الاسرار ديالها، تنوضوا تشدوه وتكرفسوا عليها. هادشي حرام، هذا ماشي هو الاسلام، هذا ماشي هو الاسلام. ولكن راه القنصليه ديال المغرب في اسطنبول هي اللي تتحكم. انا دابا عيطت لهذا لابريس، عيطت سميتو التلفزيون هي هذيك، وقالوا لي شنو الجواز ديالها، شنو الجواز ديالها. قلت لهم الجواز ديالها مغربي. قالوا لي دونك القنصليه ديال المغرب في اسطنبول هي اللي دارت لها القالب. دابا هادي تنقول لكم التلفزيون، هذا جورناليست هضرت معاه، قلت له الله يرحم ليك الوالدين، واش يمكن لي نجي لهذا التلفزيون باش نهضر؟ قال لي المهم خصك تكتبي داكشي كله، كتبتو صيفطتو. قال لي وغادي نشوفو نهضروا عليه مع هذا لو شيف دو لا ريداكسيون. قال لي ولا اتفقنا؟ قال لي اجي. قلت له انا غنجي وغنجيب الحجاج كلها، داكشي اللي اختي قايله ليا اللي عاطياني، حيت ما بغاوش يطلقوها غادي نفرقعوا الرمانه قدام في التلفزيون. دابا هي هذيك، ايوا دابا انا تنعين نشوفو مش غادي يقولوا ليا. راه ما غاديش يعيطوا لك اسماء زروال، هادو ما غيعيطوا لكش، ان هادو ضدك، وهادو فايتين كاتبين ضدك، وصيفطوني عندهم الناس من هنا اللي فايتين عاونوهم. فغادي تكون شوهتك شوها انت والطابيت ديالك، الطابيت ديالك هذاك اللي تيحكم في الشؤون الاجراميه. المهم فاخوتي خواتاتي الاخت ديالي بعقلها عليهم هما، بعقلها على هادوك اللي شادينها وتابسه وكتبات ليا وتضرع الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي ان راه هذاك السيد اللي مول القرعه تي في، هذاك اللي كان عنده القناه ديال في اليوتيوب القرعه، هذاك السيد راه مني كان تيسرق الفيديوهات ديالنا في الاول قلت له خذ جوج ثلاثه، من بعد ولا قلت له صافي حصر، ما بغاش يحصر، بقى ياخذ تياخذ. عنده كانوا عنده المشاهدات بزاف هي هذيك. ايوا اسماء زروال شافت داك العجب، شافت الشوهه ديالها، قالت تياخذ هو من عندنا تيحط عنده والمشاهدات كثيره عنده، تشويه يعني تشويه بها. اش دارت له ما دارت له، هذا يثبت على ان راه ما كذبناش، على ان اسماء زروال فعلا كاينه، انتم الحجه هي هذيك. ايوا السيد نزل في تركيا وهي جمعوا تركيا، دار غير ترانزيت في تركيا على ما تيقولوا،
هي هذيك وهي تجمعوا تركيا. كاين اللي تيقولوا بان كان ساكن في تركيا، كاين اللي تيقولوا بانه كان ساكن في الميريكان ودار ترانزيت في تركيا، انا ما عرفتش. المهم المعلومه اللي خصكم تعرفوا اخوتي اخواتاتي اللي بغيت نوصل لكم، الله يرحم الوالدين خذوها بعين الاعتبار، هو ان هذا السيد هذا تركيا هزاته مكبل وصيفطاتو لاسما زروال، ودابا راه في الحبس. علاش؟ لانه كان تيحط الفيديوهات ديالنا عنده وكان تيشوه بها بهذيك الطريقه. ف عاود يجيو شي زنادق يقولوا لا ما كايناش اسما زروال. وغير هاد القبطه هذه دابا اللي قابطين اختي هكا باغيين يديوها سبيطار الحماق يسدوا عليها باش ياخذوا لها الاعضاء ديالها ويقسموا الفليسات مع اسما زروال، فهمتوا؟ غير هذا يثبت على ان اسماء زروال فعلا هي حاكمه القصر الملكي بالمغرب وحاكمه دوله المغرب. صافي كلمه واحده، هذا الشيء دابا هي الحقيقه، انتم تشوفوها بعينيكم باش سيدي هزوه. ونفس الدوله اهو تركيا هذه زعما كيفاش سروا ليا كيفاش سيد يوتيوبر دار العيب مع اسماء زروال حيت خدا من القناه ديالو حط فيها الفيديوهات ديالنا تركيا صيفطاتو، راه دابا في الحبس. البنت حيت بغات اسماء زروال تنقيها عاود تركيا. ايوا انا ما فهمتش، واش اسماء زروال انت تتملكي تركيا؟ واش انت تتملكي تركيا؟ واخوتي اخواتاتي دابا انا تنهضر معاكم تنقول لكم ردوا بالكم، اللي عنده مشكل مع المغرب ها شنو تركيا تدير في اختي، وها شنو بغات تصفيها لها، لان غيدخلوها سبيطار الحماق غيصفيوها لها تما. واش البنت بعقلها سدوا عليها ومن بعد دخلوا باغيين دخلوها سبيطار الحماق وباغيين يستدرجوا الاخت ديالها والام ديالها اللي عندكم باش تجمعوا كل شيء في باكي واحد وتفرحوا اسماء زروال؟ واش نتوما كاع لهاد الدرجه هادي تتحكم فيكم اسماء زروال؟ الاول صيفطوه يوتيوبر بريء صيفطوه، ودابا البنت انتوما شوفوا واش تديروا لها. اي ولا اسماء زروال انت تتملكي تركيا؟ الا تتملكي تركيا راكي ما تتملكي لا فرنسا لا الميريكان لا الكندا لا وحدين اخرين، وهانتي غادي تشوفي لا ديسونت اللي غادي تنزل عليك هاد الويكاند ان شاء الله. تنقول لك اون ديسونت، اون ديسونت بالقانون بلا جوستيس بكل شيء، انت غادي تشوفي. انت دابا وليتي دايره تركيا في جيبك، انت تقولي لهم يديروا صيفطوا لي هذاك البريء صيفطوه ليك هذاك مول القرعه تيفي اختي هما شادينها، شنو هذا الشيء؟